هذا يسأل يقول: هل يكون المسلم مخلصا في عبادته إذا قام بالعبادة لا ينوي بها، إذا قام بالعبادة ابتداء ينوي بها التوسل في المستقبل إذا حصل له كربة أو مصيبة؟ ما في مانع إن الإنسان ينوي بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى، وينوي فضل الله وأن الله يخلصه من المكاره ومن الكربات، ينوي الاثنين ما في مانع، ولا يتنافى هذا مع الإخلاص لله عز وجل، فينوي بذلك خيري الدنيا والآخرة، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم.